مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. احنا النهاردة مبسوطين جدا بتشريف ضباط من وزارة الداخلية لينا، وهم قاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال، والأطفال مبسوطين جدا. احنا مبسوطين والضباط جه ودينا هدية هدوم، الضابط اداني مسدس وهدوم، وانا مبسوط وكل سنة وطيب. انا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان. تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم. فاجئنا بزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتوجيهات من فخامة الرئيس للمعايدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم، وكان حدث طيب ادخل السرور على المرضى. وفرحانه بزيارتكم فعلا، والله جد فرحان بيهم، واشكركم والله على الزياره الجميله وعلى ذوقكم. ربنا يبارك لكم يا رب، ويبارك لسياده الرئيس، ربنا يبعث لنا سلام وطهنا. ربنا يخليكم وشكرا جزيلا ليكم، سنه حضرتك طيب. طيبين وبخير وسعاده، ربنا يا رب كده يجعل مصر دايما بخير وسعاده يا رب ان شاء الله. عندي امل فيكم وبيكم، نبني عزيمه وعمل، ايدك في ايدي بحبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. أنا موجود جابوا لعبوا هدايا للاطفال في وحده علاج اليوم الواحد، وده شيء شأنه ان هو يعني بيفرح الاطفال وبيبسطهم. نشكر وزاره الداخليه على الاهتمام، وان هما بيجوا دايما يفرحوا الاطفال وبيبسطوا ما بينسوناش. انبسطت جدا بالهدايا، شكرا جدا وكل سنه طيبين. النهارده السباكه ودينا هديه شالعيد سانتا يا ريس. مصر الامل ده مش مجرد شعار لكن حقيقه، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار.